بكم في فيديو جديد من سلسلة احترف برنامج وورد. في هذا الفيديو راح نتعلم كيفية عمل المعادلات الرياضية واستخراج النتائج مباشرة على برنامج وورد. طبعا في البداية حتى نعمل معادلة رياضية ونستخرج النتائج نضغط على المفتاح Ctrl وF9. طبعا فقط ملاحظة انه في اللابتوب هنالك مفتاح فن، فيجب ان نضغط Ctrl ومفتاح فن مع F9 في اللابتوب فقط. طبعا بعد ما نضغط على المفتاح Ctrl وF9 مع المفتاح فن اذا كان لابتوب، طبعا اذا كان ديسكتوب ما يحتاج نضغط فن، وحتى بعض اللابتوبات ما متوفر بيها المفتاح فن فما يحتاج نضغط المفتاح فن. بعد ما ضغطنا على هذه المفاتيح راح تظهر لنا هذه الاقواس. طبعا نكتب يساوي والعملية الحسابية مثلا 5 في 3. حتى نستخرج النتيجة نضغط على المفتاح F9 أو المفتاح فن F9 إذا كان متوفر المفتاح فن باللابتوب، أو ممكن نضغط كليك أيمن وتحديث الحقل راح تظهر لنا النتيجة. طبعا العملية سهلة جدا وبسيطة، بإمكاننا نعيدها مرة أخرى. نضغط على المفتاح Ctrl فن F9، نضغط على المفتاح يساوي، ومن ثم نكتب العملية الحسابية مهما كان حجمها، مثلا 5 زائدا 6 زائدا 25 زائدا 33 زائدا 5 أو 56 زائدا 80 أو 70 ناقصا 30، مهما كان حجم العملية الحسابية. ومن ثم نضغط على المفتاح فن وF9 أو كليك أيمن تحديث الحقل راح تظهر لنا النتيجة بشكل مباشر.